فاتت الكلام مع بعض في الاستراكشر البروتين، وكنا بدأنا كلامنا وقلنا ان في عندنا كذا شكل للبروتين. بيبدأ الاول بالبرايمر استراكشر اللي بيبقى فيه الامينو اسيدز ماسكه مع بعض بالمنظر ده كده، عامله سلسله، وسمينا الشكل ده برايمر استراكشر، ده الشكل الاولي للبروتين. ايه هي القوة او البوند او الروابط اللي مكونه البرايمري ستراكشر؟ قلنا هي حاجه واحده بس اللي هي البيبتايد بوند. بعد كده قلنا البروتين بعد ما كان برايمري، بعد ما كان سلسله من الامينو اسيد، بيروح لافف على نفسه بالمنظر ده كده، فنسميه سكندري ستراكشر، او يلف على نفسه بالمنظر ده برضه هنسميه سكندري ستراكشر. وعشان يفرقوا الاثنين مع بعض قال الشكل ده دون شكل هيليكس فهنسميه الفا هيليكس، والشكل الثاني ده عامل زي ما يكون شيت او ورقه مفروده فسموه بيتا بليتد شيت. قلنا ان الروابط اللي موجوده في البرايمري ستراكشر فقط هي البيبتايد بوند، ولما الشريط لف على نفسه بالمنظر ده قلنا الامينو اسيدز اتلفت معاه، فجت الامينو اسيدز ومسكت مع بعض بروابط، بحيث ان الامينو اسيد الاولاني هيمسك مع الامينو اسيد اللي بعده بثلاثه، يعني الامينو اسيد الرابع ده هيفوت ثلاثه ويمسك في الرابع، ده يفوت ثلاثه ويمسك في الرابع، وهكذا. نوع الروابط اللي موجوده في السكندري ستراكشر قلنا هما اثنين، هيدروجين بوند ودايسلفايد بوند. قلنا ايه هي الدايسلفايد بوند؟ قلت ان ممكن يصادف ان هنا امينو اسيد نوعه سيستاين قابل قصاده امينو اسيد تاني نوعه برضه سيستين، والسيستين بيتميز ان خارج منه اس اتش كده والتاني خارج منه اس اتش. ايه اللي هيحصل؟ ان اتنين هيدروجين هياخدوا بعض ويمشوا بره التفاعل، بره المركب خالص، ويتكون رابطه، الرابطه دي سميناها دايسلفايد بوند. يا اما النوع التاني من الروابط اللي موجود في السكندري ستراكشر اللي سموه هيدروجين بوند او الرابطه الهيدروجينيه. قلنا ايه الرابطه الهيدروجينيه؟ قلنا ممكن يصادف لما الامينو اسيد تتلف على بعض بالمنظر ده ان السي دبل بوند او تقابل الان اتش زي ما رسمنا المره اللي فاتت. لو صادف ان الان اتش جروب قابلت السي دبل بوند او، ساعتها قلنا الهيدروجينه بقت واقعه ما بين النيتروجين والاكسجين. المره اللي فاتت قلنا ان الاكسجين والنيتروجين دول ذرتين لهم سالبيه كهربيه عالي، يعني هاي الكترونيجاتيف فورس. فلما تقع ذره الهيدروجين بين ذرتين لهم سالبيه كهربيه عاليه، دي هتشد من الناحيه دي والاكسجين هتشد من الناحيه الثانيه. كده كده النيتروجين اوريدي ماسكه بالفعل مع الهيدروجين، لكن الاكسجين مش ماسكه، فهتشد الهيدروجين ناحيتها بقوه. قوه الجذب اللي هتتكون دي هي دي الهيدروجين بوند. وعلشان كده سالنا نفسنا سؤال، هل الرابطه اللي اتكونت دي رابطه فعلا ما بين الهيدروجين والاكسجين؟ يعني رابطه تساهميه كوفالنت بوند؟ قلنا لا، هي نون كوفالنت بوند، هي مجرد قوه تجاذب بس. طب بما انها مجرد قوه تجاذب قلنا تبقى رابطه قويه ولا ضعيفه؟ قلنا ضعيفه. على عكس الدايسلفايد بوند قلنا دي رابطه قويه اتكونت ما بين اثنين سلفر جروب او سلفر اتوم، وقلنا تبقى كوفالنت ولا نون كوفالنت؟ كوفالنت بوند، رابطه تساهميه. ده كان كلامنا باختصار المره اللي فاتت. النهارده هنكمل في الشكل الاخير من الاستراكشر بتاع البروتين اللي هو التيرشر استراكشر. بعد ما السكندري استراكشر ده اتكون هيروح مكمل ويلف على نفسه بالمنظر ده، ادي السكندري استراكشر بتاعك، راح مكمل لف على نفسه بالمنظر ده كده. الامينو اسيد اللي ما بين السكندري استراكشر كانت ماسكه ببعض بهيدروجين بوند ودايسلفايد بوند. لما السكندري ستراكشر نفسه لف على نفسه بالمنظر ده اصبح برضه فيه هنا امينو اسيد، قابلت قصاد منها امينو اسيد، فمسكوا مع بعض بروابط عشان كده تكون التيرشر ستراكشر. طب لما نيجي نعرف التيرشر ستراكشر بقى نقول هو ايه؟ نقول هو عمليه اوفر اول فولدنج، يعني تاني حصل تاني كامل لمين؟ السكندري ستراكشر، للبولي بيبتايد تشين اللي كونت السكندري ستراكشر. هو ده تعريف التيرشر ستراكشر، هو اوفر اول فولدنج
حصل تاني كامل للبوليبيبتايد تشين اوف سكندري ستراكشر علشان اكون الشكل النهائي خالص بتاع البروتين اللي سميناه تيرشري ستراكشر. طيب الروابط اللي موجوده قال نفس النوعين اللي فاتوا، يعني الروابط اللي هتبقى موجوده ما بين الامينو اسيدز وبعضها نفس بتوع السكندري ستراكشر اللي هو رقم واحد الداي سلفايد بوند ورقم اثنين الهيدروجين بوند. قال بيزيد عليهم نوعين اثنين من الروابط جداد نعرفهم ونبقى خلصنا التيرشال ستراكشر. واحده اسمها السولت بوند او الايونيك بوند، والثانيه اسمها فاندر فالز اتراكشن. انتوا خدتوها زي مش عارف في الكيمياء ولا في الفيزياء اللي هي قوه تجاذب فاندر فالز. بالنسبه للسولت بوند او الايونيك بوند دي رابطه تافهه وبالنسبه لنا برضو حاجه قديمه مش جديده. ممكن المره دي بقى اللي يصادف بعض الار جروب، مش احنا لما كنا بنرسم الامينو اسيد بقينا نقول ان الامينو اسيد سي او او اتش سي اتش ار ان اتش 2، وكنا بنقول الار دي ممكن تكون سي اتش 3 او سي اتش 3 سي اتش 2 او سي اتش 3 سي اتش 2 وهكذا. ممكن بقى اللي يصادف ان الار بتاعه الامينو اسيد اللي الناحيه دي تقابل الار بتاعه الامينو اسيد اللي الناحيه الثانيه. طب الار دي ممكن تكون ايه احتمالاتها عندنا؟ احتمالاتها اللي عندنا زي ما احنا قايلين سي اتش 3 او سي اتش 3 سي اتش 2 وهكذا، صح؟ قلنا كمان ده احتمال، يبقى الار ممكن تكون سي اتش 3. قلنا كمان ان الامينو اسيد بيبقى ار سي او او اتش وان اتش 2، وارد جدا ان الار دي يكون فيها كمان ان اتش 2 زياده. طب لو بقى فيها ان اتش 2 زياده ده كده بقى بيزك ولا اسيدك امينو اسيد؟ بيزك. يعني وارد ان الار الاقي فيها ان اتش 2 اهي. الاحتمال الثالث ان انا وارد ان الاقي ان الار ماسك فيها سي او او اتش، يعني اثنين سي او اتش قصاد واحده ان اتش 2، وساعتها قلنا هنسمي الامينو اسيد ده بيزك ولا اسيدك؟ اسيدك امينو اسيد. يبقى الاحتمال الثالث ان الار يكون فيها سي او او اتش. بص بقى مع بعض، احنا قلنا الامينو اسيد لما بيتحط في وسط متعادل اللي هو وسط جسمنا بيشيل شحنه موجب ولا سالب ولا الاثنين؟ الاثنين، صح؟ يعني هيبقى ان اتش 3 موجب وسي او او سالب، صح؟ طب هو لو اسيدك امينو اسيد هيبقى السالب اكتر ولا الموجب اكتر؟ السالب اكتر. طيب لو كان ده لو كان اسيدك، طب لو كان بيزك هيبقى الموجب اكتر، 2 ان اتش 3 موجب قصاد واحده سي او او سالب، صح؟ اقول لحضرتك ايه، ممكن بقى يصادف ان الرابطه دي فيها امينو اسيد بيزك، صادف قصادها الناحيه الثانيه امينو اسيد اسيدك. طب هو الامينو اسيد البيزك احنا لسه قايلين بيبقى خارج منه ان اتش 3 موجب، طب الامينو اسيد الاسيدك بيبقى خارج منه سي او او سالب. فتبص تلاقي ده خارج منه ان اتش 3 موجب والاسيدك امينو اسيد خارج منه سي او او سالب، كده الموجب قبل السالب. هو لو موجب وسالب يبقى تجاذب ولا تنافر؟ تجاذب. فيحصل ما بين الاثنين فعلا تجاذب وتتكون رابطه. الرابطه دي هي اللي بيسموها السولت بوند او الايونيك بوند. الرابطه الثالثه اللي بتكون التيرشال ستراكشر هو ان ممكن يصادف ان في بيزك امينو اسيد خارج منه ان اتش 3 موجب زياده. قبل اسيدك امينو اسيد خارج منه سي او او سالب زياده. طب لما يبقى مجموعه سالب قابلت قصادها مجموعة موجب، قلنا السالب والموجب هيحصل ما بينهم تجاذب، فتتكون الرابطة اللي بيسموها السولت بوند أو الأيونيك بوند. أما آخر رابطة ممكن تتكون عندنا اللي هي قوة تجاذب فاندر فالز دي،
قال بقى ان ممكن الار تقابل بعضها زي ما اتفقنا، والار دي ممكن تكون CH3 على سبيل المثال، دي اصغر مجموعه ممكن نمثل بيها الار. دي مثال هضربه. نبص كده مع بعض، وقال ادي الار بتاعه امينو اسيد قابلت الار بتاعه الامينو اسيد اللي وصلت. واحنا اتفقنا مع بعض دلوقتي ان الار هنمثلها بايه؟ ب CH3، يعني كربونه ماسكه في 3 هيدروجين. وادي الناحيه الثانيه، كربونه ماسكه في 3 هيدروجين. بصوا الكلام اللي اتقال في الكتاب، الكلام بتاعنا هنا اللي اتقال قال ايه؟ قال ممكن يحصل لما الار جروب تقابل الار زي على سبيل المثال السي اتش 3 قابلت السي اتش 3، قال المره دي الهيدروجين ده هو واحد خياله واسع شويه لما قال في النظريه دي على ما اظن كان قاعد في الحمام ساعتها، بس هنمشي معاه نشوف هو قال ايه ونحاول نقتنع بكلامه. هو قال ان ذره الكربون حواليها الكترونز سالبه، ذره الكربون اللي قصادها الناحيه الثانيه حواليها برضو الكترونز سالبه، وفي النص واقع مين؟ ذره الهيدروجين جواها بروتون، جوه النيوكلاس بتاعتها في بروتون موجب. فقال لما يقع البروتون الموجب اللي جوه النيوكلاس بتاع ذره الهيدروجين ما بين الالكترونات السالبه بتاعه ذرتين الكربون، نفس الفكره زي ما هناك قلنا في ذرتين لهم سالبيه كهربيه عاليه، واحده تشد من اليمين والثانيه هتشد من الشمال. قال لما تبقى عند نيوكلاس موجبه جواها بروتون موجب وحواليها من الناحيتين الكترونات سالبه، الالكترونز السالب دي هتشد في النيوكلاس الموجب من ناحيتها، والناحيه الثانيه هتشد برضو النيوكلاس الموجب من ناحيتها، فهتتكون هنا قوة تجاذب وهتتكون رابطه. هو سماها باسمه علم اللي اكتشف القصه دي، بس انا فاكر لما خدت البتاع دي في البيزي ما كانتش كده اصلا، صح؟ كانت حاجه ثانيه. مش هقول لكم بعرف الحمام بيشتغلونا في الكيمياء بيشتغلونا. فده كلام الكتاب بتاعنا، وده اللي قاله عن قوة تجاذب فاندر فالز اللي انا على ما اتذكر ما كانتش كده اصلا. فخلينا ماشيين مع كلام الكتاب بتاعنا. كلام الكتاب بتاعنا قال الفاندر فالز اتراكشن هو ان ممكن يحصل ان النيوكلاس الموجبه تقع ما بين الالكترونات السالبه بتاعه ذرتين الكربون بتوع الار. فساعتها الالكترونز السالبه هتشد من الناحيه دي وهتشد من الناحيه الثانيه، فهتتكون رابطه او قوه تجاذب اللي بيسموها فاندر فالز اتراكشن. فالتنشن ستراكشر عايزين نحطه في صوره نقط علشان الاسلوب اللي موجود عندكم في الكتاب. انا حاولت احسن اسلوب الكتاب في الجزء اللي فاضل من البروتين على قد ما اقدر، لانه مكتوب باسلوب زي الزفت، فحاولت اظبطه على قد ما اقدر في صوره نقط الامور تبقى واضحه فيها شويه. بالنسبه للتيرشر ستراكشر اول حاجه هنتكلم فيها هي التعريف. لما جه عرف التعريف قال هي اوفر اول فولدنج، يعني حصل تاني كامل للبولي بيبتايد تشين بتاعه السكندر ستراكشر عشان يديني الفاينل شيب او الشكل النهائي بتاع البروتين. المعلومه اللي بعدها قال ان الروابط اللي مسؤوله عن تكوين التيرشر ستراكشر مينلي اساسا بتبقى ما بين الار جروب زي ما شرحنا دلوقتي. النقطه الثالثه اللي قالها قال خلي بالك ان التيرشر ستراكشر ده هو ده المسؤول عن البيولوجيك اكتيفيتي او البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعه اي بروتين في الجسم. يعني ايه؟ زي ما قلت لكم المره اللي فاتت الانسولين ده بروتين، صح؟ بس في الاول بيبقى عباره عن برايمري ستراكشر. هل كده الانسولين اكتف؟ قلنا لا. بعد كده بيديني سكندر ستراكشر، هل كده اكتف؟ قلنا لا. بعد ما بيديني التيرشر ستراكشر وينتهي شكله قلنا يبدا ان هو يشتغل ويبدا يبقى اكتف. يبقى البروتين علشان يبقى اكتف في الجسم سواء كان البروتين ده هرمون او انزيم او ما شابه لازم يكون موجود في التيرشري ستراكشر. يبقى هو ده المسؤول فعلا عن البيولوجيك اكتيفيتي او البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعت اي بروتين في الجسم. بعد كده دخلنا في الروابط اللي بتكون التيرشر ستراكشر وقلنا هم اربعه.
الاثنين بتوع السكندري ستراكشر اللي هم الهيدروجين بوند والدايسلفايد بوند، بيزيد عليهم اثنين السولت بوند او اللي بيسموها ايون البوند، والثانيه اللي هي الفاندر فالز اتراكشن. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هما الاثنين لهم علاقه بالار زي ما اتفقنا. قلنا الار ممكن تكون ماسكه في سي او او سالب زياده لو كان اسيدك امينو اسيد، او تبقى ماسكه في ان اتش 3 موجب زياده لو كان بيزك امينو اسيد، او ممكن تكون الار سي اتش 3. نتكلم لو كانت الار دي بيزك او اسيدك، هل ممكن يصادف ان الاثنين امينو اسيدز اللي يقابلوا بعض واحد يكون اسيدك ويقف قصاده واحد بيزك؟ البيزك فيه ان اتش 3 موجب والاسيدك فيه سي او او سالب، فلما الموجب هيقابل السالب هيحصل بينهم تجاذب تتكون رابطه اسمها سولت بوند او ايونيك بوند. ممكن الاحتمال الثاني ان الار تقابل بعضها، وضربنا مثال للار قلنا سي اتش 3 هي ذرة كربون ماسكة في 3 هيدروجين، وذرة كربون ماسكة في 3 هيدروجين. ممكن اللي يحصل إن النيوكلس الموجبة بتاعة الهيدروجين جواها بروتون موجب، يقع ما بين الإلكترونز السالبة بتاعة ذرتين الكربون، فدي قلنا هتشد من اليمين والتانية هتشد من الشمال، وتتكون رابطة اللي هي قوة التجاذب بتاعة فاندر فالز أو الفاندر فالز أتراكشن. بعد ما خلصنا التيرشن ستراكشر هنقول كلمتين اتنين بالظبط عن آخر شكل عندنا اللي هو الكواترنال ستراكشر. الكواترنال ستراكشر ده بقى ده خلاص ده الشكل النهائي للبروتين. امال ايه الكواترنال؟ الكواترنال ستراكشر بيتوقف على عدد البوليبيبتايدز اللي موجوده. يعني ايه؟ يعني التنشن ده الشكل الاكتف خلاص، اتفقنا؟ طب لو انا حبيت اكون انسولين، هو الانسولين كام بوليبيبتايد؟ اثنين صح؟ فهجيب واحد في التيرشر ستراكشر الناس اللي بتتكلم، وهجيب معاه كمان واحد في التيرشر ستراكشر. ادي الاثنين بوليبيبتايد تشين بتوعنا بتوع الانسولين، وهنروح ممسكينهم مع بعض. يديني الكواترنال ستراكشر. يبقى الكواترنال ستراكشر بيختلف باختلاف كل مركب، ممكن مركب يكون عباره عن اثنين بوليبيبتايد تشين، ممكن واحد يكون 3، ممكن واحد تاني يكون 4 وهكذا. على سبيل المثال الانسولين ده عباره عن اثنين بولي بيبتايد تشين اهم ماسكين في بعض، فكونوا كواترنال ستراكشر. طب هي ايه الروابط اللي بتمسك الاثنين بولي بيبتايد تشين في بعض؟ هم نفس الروابط بتوع التيرشر ستراكشر. يبقى اللي هم مين؟ هيدروجين دايسلفايد بوند سولت بوند والفاندر فالز اتراكشنز. وراح مدي لك شويه امثله زي الانسولين احنا لسه بنتكلم فيه. الانسولين ده عبارة عن كم وحدة؟ كم سب يونت؟ كم بولي بيبتايد؟ اثنين. كل وحدة بيسموها مونومر، مونومر يعني سب يونت أو وحدة. يبقى إذا الأنسولين ده دايمر يعني ثنائي. إديني مثال كمان، قال مثلا عندكم الهيموجلوبين. أنتوا خدتوا على ما أظن نبذة كده عن تركيب الهيموجلوبين في البلد في الفسيولوجي. الهيموجلوبين ده عباره عن كام بولي بيبتايد تشين؟ 4. كام واحده الفا؟ 2. وكام واحده بيتا؟ 2 بيتا. 2 الفا و2 بيتا، يعني كام سب يونت؟ 4. يعني 4 بولي بيبتايد تشين ماسكين في بعض بالروابط اللي احنا بنقول عليها. يبقى اذا الهيموجلوبين ده مونومر ولا دايمر ولا ترايمر ولا تترامر؟ تترامر، لانه كام سب يونت؟ 4. مثال كمان، قال في عندنا انزيم في الجسم اسمه كرياتين كاينيز، وهناخده هناخد وظيفته في فصل الانزيم ان شاء الله. كرياتين كاينيز ده بروتين. لما نيجي نبص على على تركيبه هتلاقيه عباره عن اثنين بولي بيبتايد تشين، يبقى برضه هو كمان دايمر. عندنا اخر انزيم، انزيم اسمه لاكتيت ديهايدروجينيز انزيم، برضه هناخده هناخد الايزو انزيمز بتاعته كمان النظائر بتاعته في فصل الانزيم. واللاكتيت هيدروجينيز ده انزيم برضه بيتكون من 4 بولي بيبتايد تشين، يعني زيه زي الهيموجلوبين عباره عن تترامر. يبقى القصه كلها قصه اسامي بس، انك تبقى عارف كل بروتين وبيتكون من كام بولي بيبتايد تشين. فعندنا برايمري ستراكشر، لما اجي اذاكر الدرس ده ابقى مجمعه، ابقى فاهم انا بادئ فين ونهايتي فين، ابقى عارف ان انا بتكلم في شويه امينو اسيدز ماسكه مع بعض علشان يدوني برايمري ستراكشر. الناس تجمع معايا بقى لو سمحت. نتكلم في البرايمري ستراكشر، تقول لي ده عباره عن مجموعه امينو اسيدز ماسكه ببعض برابطه اسمها بيبتايد بوند. فالقوه الوحيده اللي ممسكه البيبتايد او سلسله البيبتايد هي بيبتايد بوند، ده كده اسمه برايمري ستراكشر. برايمري ستراكشر ده لما بيلف على نفسه
بيروح مدينا السكندري استراكشر. قلنا ان السكندري استراكشر شكلين، يا اما يكون الفا هيليكس يا اما يكون بيتا بليدد شيتس. الروابط اللي بتمسك السكندري استراكشر قلنا هما اثنين، دايسلفايد بوند والهيدروجين بوند. بعد كده السكندري استراكشر بيروح لافف على نفسه علشان يديني الشكل ده اللي اسمه تيرشر استراكشر. قلنا ان التيرشر استراكشر الروابط اللي هتمسكه اربعه، دايسلفايد وهيدروجين. ادي اللي قدامك يا باشا وبعتهم. ماشي يا باشا، شكرا عبدالله، شكرا. تيرشر استراكشر هنمسكهم مع بعض. بعد كده التيرشر يمسك مع التيرشر عشان يدينا الكواترنري، والروابط اللي بتمسك التيرشر مع بعض هي نفس الروابط اللي هتمسك الكواترنري مع بعض. ما احنا بقى هنسأل في الكلام ده دلوقتي عشان نحفظ الدرس ده مع بعض، عشان الدرس ده لازم مهم في نفس الوقت. مش لف على بعضه لسه، هينفذ ازاي؟ هو كده يكمل لف كده. والفطر واحد جنب واحد تاني، والاثنين يمسكوا مع بعض. تاشر تاشر انا حظي معفن بقى من ايه ده لينا ولا مين يا دكتور؟ طب ما تخلص الاخر بس بقى عشان ايه؟ عايز بس حاجه نقعد نتكلم مع بعض. برايمر استراكشر، اسمع بقى زميلكم كده عشان ايه نلف كلنا مع بعض. برايمر استراكشر ده عباره عن مجموعه امينو اسيدز ولا فاتي اسيدز ماسكه مع بعض برابطه اسمها بيبتايد بوند. يعني البرايمر استراكشر المكون الاساسي بتاعه هو البيبتايد بوند، تمام؟ لما البرايمر استراكشر بيلف على نفسه بيديني الشكل الثاني اللي اسمه سكندري استراكشر. سكندري استراكشر محمود فيه منه نوعين، يا اما الفا هيليكس يا اما بيتا. الصوت يا جماعه، يا اما الفا هيليكس يا اما بيتا بليد شيت. بيتا بليد شيت، تمام. الالفا هيليكس يا اسامه ماشي، والبيتا بليد شيت الاثنين فيهم نوعين اثنين من الروابط، يا اما يا اما. ها اسامه اسلام، الروابط اللي بتمسك السكندر استراكشر يا اما ايه يا اما ايه؟ ما ايه بقى من الروابط؟ ايه؟ هيدروجين بوند او ايه؟ ايه؟ سلامتها ام حسن، نركز مع بعض. برايمر استراكشر عباره عن مجموعه امينو اسيدز ماسكه في بعض. خلاص يا جماعه الصوت، الروابط اللي بتمسك البرايمر استراكشر هي روابط واحده بس اللي هي البيبتايد بوند. برايمر استراكشر قصه كلها شويه امينو اسيدز ماسكه مع بعض، عمل لي سلسله اسمها بولي بيبتايد تشين. البرايمر استراكشر هيلف على نفسه هيديني حاجه اسمها سكندر استراكشر. له كام شكل؟ شكلين. ركزوا معايا، اصحى يا اسلام، اصحى اصحى. هيديني شكلين، يا اما الفا هيليكس يا اما بيتا بليدد شيت. لما نيجي نمسك الامينو اسيدز في السكندري استراكشر هتطلع ايه؟ يا تطلع دايسلفايد يا تطلع هيدروجين بوند. دايسلفايد بوند رابطه تساهميه، رابطه هاي انرجي ورابطه سترونج، عكس منها الهيدروجين بوند دي مجرد قوه تجاذب، تبقى رابطه قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. فيها هاي انرجي ولا لو انرجي؟ ويك ولا سترونج؟ ويك. نون كوفالنت يعني رابطه غير تساهميه ناصر. بعد ما كوننا السكندري استراكشر هيلف على نفسه. كله خد ورقه هنا ولا في حد ما خدش؟ خلاص الورقه الزينه بعتولي، بعت اسامه ماشي. السكندري استراكشر هيكمل لف على نفسه علشان يدينا الشكل اللي بعده اللي اسمه تيرشري استراكشر. بيتكون من كام رابطه؟ اربع روابط، هيدروجين بوند، دايسلفايد بوند، سولت بوند او الايونيك بوند، واخيرا فاندر فيلز اتراكشن قوه تجاذب
فاندر فال. الكوترنر استراكشر هو هو نفس التيرشر استراكشر، الفكره كلها فكره عدد. تمام. الروابط اللي بتمسك الاثنين في بعض هي نفس الروابط بتاعه التيرشري استراكشر. الجدول اللي مع حضراتكم ده، ده اللي هنمشي عليه الكام يوم الجايين. لسه نزل اخش اهو، عشان شكل تحمل بس اللي جاي. نعم. ايه؟ نعم. مع الشرح الاثنين يمشوا مع بعض. الاستراكشر بتاع الفا هيلز هقوله. حاضر. انا هكمل شرح بس الجدول ده بس نركز فيه، علشان انا مش هفضل بقول كل حصه هنراجع كذا وهنراجع كذا. الحصه اللي جايه طبعا هيبقى لسه فاضل لنا حصه في البروتين، فدي هنشرحها الاسبوع اللي جاي. في اخر الحصه انا هنراجع مع بعض الكربوهيدرات، هيبقى نظام المراجعه بتاعنا اصلا في الفتره اللي جايه كالتالي. انا هنحدد مثلا نص الفصل، وليكن نص شابتر الكربوهيدرات. النص اللي احنا محددينه انا هقف اقول لحضراتكم الجزء ده المهم فيه واحد اثنين ثلاثة، اللي بيجي في الشفوي فيه كذا، المهم فيه في النظري كذا، المهم في الامتحان بتاعنا فيه كذا. لو في جزء رخم او جزء محتاج ان انا اوضحه هشرحه تاني. تمام. وبعد كده روحوا مطلعين كتب الام سي كيو، هتجيبوا لي كلكم كتاب الدكتور عاطف. ماشي. كتاب الاسم يكون مع حضراتكم كلكم، وان شاء الله كنا نزلت الورق بتاعي، هيبقى معانا الكتابين الاثنين، كتاب بتاعي وكتاب الدكتور عاطف، نقعد في اخر الحصه نحل الاسئله كلها مع بعض. ده هيبقى النظام بتاعنا. الحصه اللي جايه هنشرح بروتين، وبقيه الحصه هنبقى مراجعه النص الاولاني من الكربوهيدرات، متحدد لكم الجزء اللي هتراجعوه. هنكون خلصنا كده البروتين ان شاء الله، او حتى لو بقينا صفحه ولا حاجه مش قضيه، نبدا بقى الحصه اللي بعدها. الحصه اللي بعدها انا مش هراجع، مش عايز اراجع البروتين في حصه واحده. انا هقسم البروتين على ثلاث ايام. البروتين هناخد جزء منه حصه الاربع، جزء الاسبوع اللي بعده الحد او السبت، وجزء الاخير هيبقى يوم الاربع الاخير. بعد كده تكملة الكربوهيدرات يوم الاربع، وأقسم الليبد على نصين، نص يوم السبت ونص يوم الاربع. معاكم الجدول مكتوب فيه بالظبط الجزء المطلوب من حضراتكم تذاكروه. هتيجي مذاكر وهنمشي على السيستم اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض. الحصص كلها ساعة ونص، كل المواعيد هتبقى ساعة ونص. خلاص. سواء بقى السبت او الحد، سواء الاربع، اي ميعاد هتيجي فيه حضرتك هتبقى الحصة ساعة ونص ان شاء الله. وانا ربنا يعين ان شاء الله الميعاد الوحيد اللي كل مره بيضرب مني بتاع الصبح ده، هظبط المنبه على 5 الفجر عشان اعرف اصحى. انا اعمل له رقصه كده 10 مرات على المنبه. ستة ولا تلاتة ستة وعشرة أوين ناس؟ تلاتة ستة وعشرة؟ والله؟ تلاتة عمين وعشرة وحتة من الرابع. والله؟ أنا كنت كذا تلاتة لستة وعشرة. كنت بس كده؟ تلاتة لستة، أنا عادتهم من تلاتة لستة بس. ليه؟
حلو والله ان هم لقوا في الاستوريج حاجات بس انا الكولكتيف تيشو لغوا اول جزء الاولاني ما هو قال لك الكولكتيف تيشو بوضع بس لا يا عم انا عارف هو ده اللي هو الوان احنا صوت صوت مان بس هو الاصل كله بيتكلم عن الكولكتيف تيشو يا زي ما غيرته قال بقى انه قصدي الحته الاخيره المره فاتت هو اللي كشف بص على كده عشان ما نحطش عليه. بصوا يا جماعه بالنسبه للبروفيرتيز او الخصائص بتاعت البروتين وعمال يعد الصفحه عنده كده في الورق وحاطط لنا 100 خاصيه الكلام ده كله كلام فارغ تحت كل حاجه من دول كلمه واحده سؤال الامتحان وسؤال الشفوي والجزء المهم في الدرس ده هو اللي انا مديهم لون احمر ده يعني خصائص البروتين احنا اتكلمنا طبعا عن خصائص الامينو اسيد لما اتكلمنا عن الامينو اسيد لوحده لكن دلوقتي هنتكلم في بروتين بقى اللي هو الاستراكشر الكبير بتاعه ايه البروبرتيز او الخصائص بتاعته التست بتاعه طعمه عامل ايه الاودر الريحه الكلر اللون الموليكولار ويت الوزن بتاعه الامفوتيريك بروبرتيز حاجه اسمها كولويدال بروبرتيز كل حاجه من دول هنقول عليها كلمه 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 دول نصيبهم ايه في الامتحان هو الحقيقه دول قبل كده ما جوش في امتحان وعادة لما بيدخل الدكتور عاطف لو مزاجه رايق هو او اي رئيس اسم تاني غيره وعايز يخف عليكم الدنيا شويه فبيروح شايل الحاجات التافهه اللي ملهاش لازمه دي. انت لما تيجي تذاكر الكلام ده في البيت تذاكره ازاي؟ انت المفروض تحفظ اول حاجه عناوين، انت ما تضمنش اللي بيفكر في الامتحان ده بيفكر ازاي. اه من واقع الخبره من واقع امتحانات السنين اللي فاتت الحاجات دي عمرها ما جت، صح؟ بس انا راجل رئيس اسمه انا اللي بحط الامتحان، لو عايز احط اي كلمه في الكتاب انا من حقي ان انا احطها. تمام؟ يعني احتمال الحاجات دي تيجي في الامتحان ايه؟ 1%. بس هل وارد انها تيجي؟ وارد، ما ينفعش اخش الامتحان من غيرها، ابقى واخد عنها فكره، بمعنى ابقى حافظهم عناوين. ابقى عارف ان خصائص البروتين هتكلم عن التيست، هتكلم عن الاودر، هتكلم عن الكلر، هتكلم عن الموليكولار ويت، عن وزنه، عن الفوتيريك بروفيرتيز، الكلام ده كله. وابقى حافظ كويس قوي النقط اللي بتيجي في الامتحان. الخاصيه رقم 6 اللي هي السولابيلتي او الذوبان هي دي بقى الخاصيه المهمه فعلا. الخاصيه اللي بعدها هي خاصيه البريسيبتيشن او الترصيب يعني من خصائص البروتين اللي ممكن يترصب بيترصب بايه لو حطينا عليه لو سخناه لو عرضناه للاشعاع لو حطينا عليه كحول لو حطينا عليه في ميتالز يعني معادن ثقيله زي السلفر اللي هو الفضه او الميركوري او الليد اللي هو الرصاص كونسنتريت الاسيد لو حطيت عليه احماض مركزه زي حمض الكبريتيك او حمض ال HCl او لو حطينا عليه الكالويد ريجنت وهنعرف يعني ايه كل ده برضو كلام فارغ كل حاجه من دول كلمه 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 لكن اهم طريقه من طرق الترصيب اسمها ايه؟ سولتنج اوت ده سؤال الامتحان سولتنج ان اند سولتنج اوت ده جزء مهم في العملي وجزء مهم في النظري وجزء مهم في الشفوي وفي نفس الوقت جزء رخم ومحتاج فهم لو فهمته هيبقى بالنسبه لك جزء تافه قوي مش هتنساه هتفهمه مره واحده وخلاص قصته انتهت. فخصائص البروتين قالوا نبدا نتكلم عن الكلام الفارغ ده انا عايز اتكلم عن السولوبيلتي وعن السولتنج اوت نبدا الاول بالحاجات المهمه نعرفهم وبعد كده اقول الكلمه بتاعت كل واحد ونخلص الكلام ده في دقيقتين اتنين. من خصائص الامين او من خصائص البروتينز هي السولتنج ان او السولوبيلتي. الجزء ده في الكتاب الناس اللي بتذاكر من كتاب الاسم حاولوا يصوروا النقطتين دول بس من المذكره عشان في هري كتير قوي في الكتاب يقول الجمله ويرجع عيدها تاني ويقولها ويرجع عيدها تاني اعمل لكم باراجراف كبير كده كل الكلام اللي فيه متكرر. انا بلخص الكلام بتاعه في ثلاث نقط مقدمه وبعد كده دخل في المفيد على طول سؤال الامتحان. السولتنج ان والسولتنج اوت تركزوا عليهم في المذكره الناس اللي بتذاكر من الكتاب. بالنسبه للسولتنج ان او السولتنج اوت، السولتنج ان يعني السولوبيلتي يعني الذوبان، يعني لما تيجي تحط البروتين في الميه بيدوب ولا ما بيدوبش؟ قال ده هيعتمد على ان البروتين بالمنظر ده كده
مجموعه امينو اسيدز كتيره موجوده. احنا هنبص على الامينو اسيدز اللي موجوده على السيرفيس بتاعه على البروتين من بره. لو لقينا السيرفيس بتاع البروتين غني بالبولر امينو اسيدز اللي هم هيدروفيلك امينو اسيدز يبقى هيدوب في الميه. ولو لقيناه غني بالنون بولر امينو اسيدز يبقى اكيد مش هيدوب في الميه. ده خلينا نرجع افكركم كده ورا شويه، نرجع ورا شويه بالامينو اسيدز اللي كنا بنقول عليهم بولر وامينو اسيدز ثانيه نون بولر. الامينو اسيدز اللي كانت بتدوب في الميه والامينو اسيدز اللي ما كانتش بتدوب في الميه. احنا اتفقنا مع بعض ان الامينو اسيد سي او او اتش وان اتش 2 صح؟ قلنا الامينو اسيد ده لما بنحطه في ميه، وقلنا ميه يعني اتش او اتش يعني في الوسط المتعادل. اول ما تحط الامينو اسيد في الميه ايه اللي بيحصل له؟ قلنا اتش بتاعه الميه بتروح تقف عند ال ان اتش 2 وتخليها ان اتش 3 موجب. كده انت خدت اتش من الميه حطيتها هنا، بقت الاو اتش عايزه رابطه صح؟ فبتجري تاخد الهيدروجينه بتاعه السي او او وتكون ميه تاني. فالسي او بيشيل شحنه ايه؟ سائل. عشان كده قلنا الامينو اسيد لما بيتحط في الميه بيشيل شحنه موجب وبيشيل شحنه سالب. طب الكلام ده لو كان امينو اسيد شكله كده، يعني امينو اسيد متعادل. طيب ادي امينو اسيد زيه بالمنظر ده كده، ان اتش 3 موجب وسي او او سالب. قلنا اللي بيحصل لو كانت الامينو اسيدز اللي موجوده عندك بالمنظر ده، ان اتش 3 الموجب هيشد السي او او السالب ويحصل بينهم قوه تجاذب. الموجب هيشد السالب ويحصل بينهم قوه تجاذب. يعني الامينو اسيدز اللي بالشكل ده ماسكه ببعض ولا بعيده عن بعض؟ ماسكه ببعض. هل الميه هتعرف تلف حوالين الامينو اسيد ده وتفصله وتلف حوالين الامينو اسيد ده وتفصله؟ لا. يبقى اذا البروتين اللي بالشكل ده هيبقى انفيل مش هيدوب في الميه صح؟ لما حطيته في الميه الميه ما عرفتش تدوبه، الميه ما عرفتش تفصل الجزيئات عن بعض، فضل زي ما هو ما دابش. على العكس قلنا لو جبنا امينو اسيد بيزك، واحنا عارفين مع بعض ان بيزك بيبقى فيه 2 ان اتش 3 موجب قصاد واحده بس ايه؟ سالب. طب لو صادف وجالنا امينو اسيد زيه موجب او بيزك يعني، ده كده امينو اسيد ماسكه ببعض على بروتين، اول ما تحطه في الميه ايه اللي بيحصل؟ يروحوا شايلين الشحنات الموجب والسالب. تبص تلاقي الموجب هنا كتير والموجب هنا كتير، فرصة إن الموجب يقابل الموجب ده أكتر ولا إن الموجب يقابل السالب دي؟ موجب يقابل موجب، لأن الموجب هنا كتير والموجب هنا كتير. طب لما موجب يقابل موجب بيحصل بينهم تنافر ولا تجاذب؟ تنافر، يعني يزقوا بعض. طب المية تعرف تلف الأمينو أسيد ده لوحده وتعرف تلف ده لوحده؟ آه، ده بالعكس دول أصلا عايزين يبعدوا عن بعض. فلما أجيب البروتين اللي فيه أمينو أسيد بيزك وترميه في المية إيه اللي هيحصل؟ الميه تدوبه، هتفصل ده لوحده وتفصل ده لوحده. نفس الفكره لو جبنا اسيدك امينو اسيد، اسيدك يعني في 2 سالب قصاد واحده بس ايه؟ موجب. ادي سالب قصاد واحده بس موجب، فرصه ان السالب يقابل السالب اكتر، وسالب وسالب يحصل ما بينهم تنافر. فاول ما تحط البروتين اللي فيه اسيدك امينو اسيد، الميه تقدر تتخلف ما بين الجزيئات وتحوط الامينو اسيد ده لوحده وتحوط الامينو اسيد ده لوحده. يبقى السوليفين دي هتعتمد على نوع الامينو اسيد. هل الامينو اسيدز اللي موجوده بولر يعني بتدوب في الميه زي دول وزي دول، ولا هل هي نون بولر امينو اسيد زي ده؟ هل الشكل ده اللي متوفر عندنا ولا الشكل ده اللي متوفر عندنا؟ طيب هو قال ايه بقى؟ دي كانت المقدمه بتاعته او ملخص الباراجراف اللي قاله في المقدمه قبل ما يشرح الصوره تنجان. قال الامينو اسيدز او البروتينز بتختلف عن بعضها في السوليبيليتي او في الذوبان. في بعض البروتينات زي الالبيومين مثلا بتبقى غنيه بالبولر امينو اسيدز، يعني الامينو اسيدز اللي بتدوب في الميه اللي احنا لسه شرحينها. الاول ما تحطهم في الميه يشيلوا شحنات عكس بعض فيحصل لهم ايه؟ فيتنافروا. فاول ما تحط الالبيومين في الميه، الميه بتتفتت يتفصل لجزيئات صغيره والميه تحوط ده وتحوط ده وتحوط ده وتحوط ده، يتفك يدوب. زي مين؟ قال زي الالبيومين. في عندنا بروتينات تانية وسط فيهم شويه بولر شويه امينو اسيد بولر بيدوبوا في الميه،
وشويه امينو اسيد ثانيه ايه ما بتدوبش في الميه. فقال لك ده لما نحطهم في الميه ما يدوبوش، انسوليبل ان ووتر. بس لو جيت تحطه في حمض او قلوي، محلول حمض او محلول قلوي، او جيت تحطه حتى في محلول ملح هيدوب. يبقى سوليبل في محلول الملح وفي الاحماض وفي القلويات. زي مين؟ قال زي النوع الثاني اللي هو اللي اسمه جلوبيولين. في نوع ثالث بقى من البروتين غني بالنون بولر امينو اسيد. مفيش فيه غير نون بولر امينو اسيد، هما الامينو اسيد اللي ايه؟ اللي ما بيدوبوش في الميه بقى. ده لما تيجي تحطه في ميه هيبقى انسوليبل ان ووتر، تحطه في احماض انسوليبل، تحطه في قلوي انسوليبل، تحطه في املاح انسوليبل، خلاص؟ زي مين؟ قال زي حاجه اسمها سكليرو بروتينز. ده النوع الثالث من البروتين. زي ايه السكليرو بروتين؟ قال مثلا زي الشعر، زي الكراتين بتاع السكن، ما بيدوبش في الميه، مفيش واحد دخل استحمى خرج من غير شعر، صح؟ ما بيدوبش في الميه بملح، واحد راح يصيف خرج برضه من غير شعر ولا من غير السكن، ده لا بيدوب في الميه ولا بيدوب في الاملاح ولا الاحماض المخففه ولا القلويات المخففه. يبقى هم قسموا البروتينات كعيله كبيره، ان في بروتينات غنيه بالبولر امينو اسيد زي ما شرحنا، يعني الامينو اسيد اللي بتدوب في الميه، فلما احطهم في ميه يدوب يبقى سوليبل ان ووتر زي الالبومين. في بروتينات تانيه وسط فيهم شويه امينو اسيد بولر وشويه امينو اسيد نون بولر، فدول ما يدوبوش في الميه لكن يدوبوا في اي حاجه تانيه. النوع الثالث اللي هو فيه بقى غني بالنون بولر امينو اسيدز، الامينو اسيدز اللي ما بتدوبش اللي اسمهم سكليرو بروتين، دول ما بيدوبوش في حاجه خالص. قال بقى في طريقه احنا ممكن نعملها عشان ندوب فيها البروتينات اللي ما بتدوبش زي الجلوبيولين، اسمها سولتنج ان. نركز مع بعض، احنا لسه قايلين ان البروتين ما بيدوبش في الميه، والبروتين اللي مش هيدوب في الميه هو البروتين اللي شكله كده NH3 موجب و COO سالب، وقصاده COO سالب و NH3 موجب، ده ماسك في ده وده ماسك في ده، صح؟ يعني الموجب على قد السالب بالظبط، الموجب ماسك في السالب والسالب ماسك في الموجب. للتبسيط انا هعمله كده، امينو اسيد اهو سالب ماسك في امينو اسيد تاني نوعه ايه؟ موجب، ماسكين في بعض. فلما تيجي تحط ده في ميه، الميه اهي اول ما ترميه في الميه مش هيدوب، الميه مش هتعرف تلف ده لوحده وتاخده، ومش هتعرف تلف ده لوحده ايه؟ وتاخده، لان هما الاثنين ماسكين في بعض. طب انا عايزه يدوب اعمل ايه؟ قال لك اعمل له سولتنج ان. نركز مع بعض، ايه السولتنج ان؟ قال هتحط سمول اماونت اوف سولت، يعني كميات قليله من الملح، لان في السولتنج اوت لما نيجي نشرحها حالا هنحط هاي اماونت من السولت، كميات كبيره من الملح. هحط سمول اماونت من الملح، كميات قليله من الملح، زي ايه؟ قال زي ملح اسمه امونيوم صلفيت، او زي ملح الطعام بتاعنا الصوديوم كلورايد، اي ملح من دول NaCl او الامونيوم صلفيت اللي هو NH4SO4، يا ده يا ده. الفكره كلها انك لما تحط ده في الميه او لما تحط ده في الميه بيتقينه، فتبص تلاقي NaCl اتفصل لصوديوم موجب وكلور سالب، وزي الامونيوم صلفيت برضه هتلاقيه اتفصل ل NH4 موجب و SO4 سالب. خلينا في المثال السهل اللي هو ال NaCl، اول ما هتحطه في ميه هيتقيد لصوديوم موجب وكلور ماله سالب. بص اللي هيحصل، البروتين ما كانش بيدوب في الميه علشان خاطر الموجب والسالب ماسكين في بعض. جيت انا حطيت عليهم ملح NaCl، راح ال NaCl اتقيل لان ايه؟ موجب وكلور. طب الصوديوم الموجب والبروتين السالب او الامينو اسيد اللي فيها شحنه سالبه يحصل بينهم ايه؟ تجاذب، فالصوديوم هيشد السالب ناحيته ويجي الكلور شايل شحنه سالب، يروح شادد مين؟ الامينو اسيد اللي شايله شحنه موجب، ده هيشد الموجب والصوديوم الموجب هيشد السالب. يبقى كده احنا عملنا ايه في الاثنين؟
بعدناهم عن بعض. تقوم تيجي الميه تقدر تلف ده وتقدر تلف ده، اه تقدر تلف الاثنين، هتاخد ده لوحده وتاخد ده لوحده. يبقى البروتين بعد ما كانش بيدوب لما حطيت عليه شويه ملح حصل له ايه؟ ده بقى سوليد. والطريقه دي اللي بيسموها السورتنج ان. يبقى انا عايز ادوب البروتين اللي ما بيدوبش. هو ما بيدوبش ليه؟ علشان البروتين شايل اوبوزيتلي تشارجد موليكولز، يعني موليكولز او جزيئات شايله شحنات عكس بعض، عشان كده في بينهم تجاذب. لما حطيت الملح او الصولت طلع لك ايونايزد بارتس، جزيئات متاينه. الايونايزد بارتس او الايونايزد موليكولز دي عملت اتراكشن، بدات تشد الايونايزد بروتين، البروتين متاين. الموجب بدا يشد السالب والسالب بدا يشد الموجب، وبالتالي بعدنا الاثنين عن بعض، فالميه بدات تلف حوالين كل جزيء لوحده وبدات ان هي تنزل. هي دي اللي بيسموها السولتنج، ودي طريقه من طرق الذوبان، يعني انا بدوب البروتين. طيب طريقه ترسيب حاجه عكس الذوبان خالص، اللي هو السولتنج اوت بقى. سورتنج اوت دي طريقه من طرق الترسيب. يعني ايه ترسيب؟ يعني انا هجيب البروتين وعايز البروتين ينزل تحت هنا كده، ينزل في ارضيه الاناء او الجهاز اللي انت شغال فيه. هو ده معنى كلمه بريسبتيشن او ترسيب. بصوا يا جماعه، احنا لسه متفقين مع بعض ان الالبيومين بيدوب في الماء. يعني لو انت جبت البيومين ورحت حاطه في ميه هيدوب، هيختفي اصلا، مش هتشوف، هتلاقيه ده عشان غني بالبولر امينو اسيد زي ما شرحت. طب انا دلوقتي عاوز ارسب البروتين، عايز ارسب الالبيومين اللي ما بيدوبش ده، اعمل فيه ايه؟ قال هنعمل طريقه اسمها سولتنج اوت. ايه بقى السولتنج اوت؟ قال انت هتجيب المحلول وهتحط الاول الملح. ركزوا معايا في الفرق ما بين الاثنين. احنا علشان ندوب عملنا ايه؟ حطينا المحلول وحطينا فيه البروتين، لان البروتين ما دابش، واحنا حاطين شويه ملح. انا دلوقتي عاوز ارسب الالبيومين، الالبيومين اصلا بيدوب، فلو انا حطيته في الميه هيحصل له ايه؟ هيدوب، هيختفي، مش هتشوفه بقى خلاص. لا، انا هروح جايب المحلول وقبل ما احط الالبيومين هروح حاطط ملح، بس هحط الملح المره دي بايه؟ بهاي اماونت، كميات كبيره. بيتفرق في بقى المره دي، انت هتفضل تحط ملح، تحط ملح سواء كان صوديوم كلورايد او امونيوم صفيت لحد ما يحصل كومبليت ساتوريشن في المحلول، يعني يحصل تشبع كامل في المحلول بالملح. هعرف منين المحلول اتشبع بالملح؟ تبدا الملح بدا الدراسه، معنى كده ان خلاص الملح غطى كل جزيئات الميه. طب انت دلوقتي لما تيجي تحط مركب بعد كده سواء البيومين او غيره، هل اصلا بقى في مكان الجزيئات تبعد عن بعض وتروح فيه؟ ما انت مشبع المحلول كله بالايه؟ بالملح. فانت اول لما هترمي الالبيومين جوه المحلول اهو، هتروح جاي مفيش مكان اصلا ان البروتين ده يدوب، مفيش مكان الجزيئات تبعد عن بعض، لان الملح مالي كل حته في المحلول. ده مش كده وبس، ده الجزيئات كمان بتاعه الملح اللي انت حاطه هتروح متجمعة حوالين الالبيومين ده، حوالين البروتين، تتجمع حواليه كده. فلما تتجمع حواليه الملح زي ما احنا عارفين، ما دام موجود في اي مكان بيشد معاه ميه، صح؟ حتى لو الصوديوم نزل في البول في اليورين يسحب معاه ميه، حاجه معروفه. انت حاطط ملح والملح هتحوط البروتين، ده الملح هيروح ساحب ميه من البروتين فيروح منشفه كمان، فهو بيلزقهم في بعض اكتر وقت، خلاص؟ يسحب ميه ويعمل عمليه دي هيدريشن للبروتين. كده البروتين انا سحبت الميه اللي فيه، وفي نفس الوقت مش مدي مكان ان هو يدوب في الميه، لان الميه متشبعه بالملح. فيحصل ايه في البروتين ده؟ يحصل له بريسبتيشن او يترسب تحت في الارضيه. يبقى السورتنج ان، انت بتجيب المحلول وتحط فيه البروتين فهتلاقي البروتين ما بيدوبش، انت عايزه يدوب تروح حاطط عليه شويه ملح، فالملح يتأين يشيل شحنه موجب وسالب، يشد جزيئات البروتين ويفصلها عن بعض. في نفس الوقت لو انا عاوز اعمل ترسيب، لا، انا هجيب المحلول
واحط الاول الملح واشبع المحلول عشان لما احط بعد كده الالبيومين ما يلاقيش مكان ان هو يدوب فيه، تبقى جزيئات الميه كلها متشبعه بالملح، فالجزيئات تفضل ماسكه في بعض وكاني بالظبط عدلت الشحنه بتاعتها، على الرغم من ان الاثنين شايلين نفس الشحنه، يعني المفروض الاثنين يحصل لهم تنافر فيدوبوا عشان كده هو بيدوب. قال لك لاني لما حطيته ما دابش كاني بالظبط عدلت الشحنه بتاعته، تمام؟ ويجي الملح يروح متحوط او محوط البروتين ده ويسحب الميه اللي فيه ويعمل له عمليه دايدريشن، فيحصل ان البروتين ده يتوسع. طب احنا بنقول الالبيومين ده غني بالبولر امينو اسيد، عشان كده يا احمد قلنا لما هنحطه في ميه يحصل له ايه؟ هيدوب، مظبوط؟ عشان كده لما حبينا نرصبه كان لازم نشبع المحلول كله، ما سيبلوش اي مكان يدوب فيه. كان لازم عشان ارصب الالبيومين كان لازم اعمل ايه؟ فول ساتوريشن، اشبع المحلول تماما، صح؟ طب انتوا ايه رايكم؟ انا لسه قايل من شويه ان في حاجه اسمها جلوبيولين، وقلنا الجلوبيولين ده في شويه امينو اسيد بولر وشويه ايه؟ نون بولر، عشان كده قلنا لما بنحطه في الميه مش هيدوب في الميه، لكن لو حطيته في الاحماض او الاملاح هيحصل له ايه؟ هيدوب. طب الجلوبيولين اللي بحب ارصبه، هل انا محتاج ان انا اعمل فول ساتوريشن في المحلول؟ هو اصلا ما بيدوبش، فمش محتاج ان انا ازنق عليه قوي واشبع المحلول كله بايه؟ بالملح، لان هو اصلا ما بيدوبش في الميه، في شويه بولر وفي شويه نون بولر، فكفايه عليه قوي ان انا اعمل له هاف ساتوريشن بالملح، ده الجلوبيولين. اخر نقطة في السورتنج اوت اللي موجودة عندكم في الكتاب اسمها ابلكيشن، التطبيق بتاعه، احنا ممكن نفكر السورتنج اوت ده او نستعمله في ايه؟ قال التطبيق بتاعه او الابلكيشن بتاعه ان احنا ممكن نفصل انواع البروتين عن بعضها، نفصل النوع اللي احنا عايزينه، بمعنى ايه؟ قول لحضرتك افرض ان انت عندك محلول في مثلا البيومين وجلوبيومين، في الاثنين، حلو الكلام؟ وانت عايز تفصل الاثنين عن بعض، يقول لك مثلا من ضمن الطرق اعمل ايه؟ اعمل هاف ساتوريشن للمحلول، انا عندي البيومين وعندي جلوبيومين مش عارف افصله. اعمل هاف ساتوريشن للمحلول، طب انت لما تعمل هاف ساتوريشن للمحلول مين اللي هيترصب؟ الجلوبيومين، هل البيومين هيترصب؟ اروح واخد الجلوبيومين، فاضل لي مين من المحلول؟ يبقى انا قدرت فعلا افصل ما بين انواع البروتين وبعضها عن طريق البريسبتيشن او السورتنج. أو يبقى الابلكيشن او التطبيق اللي مكتوب عندك واحنا بنستخدم السورتنج اوت ده في ايه؟ هي جمله واحده اللي انت لازم تكون فاهمها قبل ما تقرا الكلام. الابلكيشن او التطبيق بتاعه هو ان انا اقدر اعمل سيبريشن للتايبز والبروتين عن بعضها، افصل انواع البروتين عن بعضها. بتعتمد على ايه الفكره بتاعتها؟ بتعتمد ان كل بروتين بيحصل له بريسبتيشن بساتوريشن مختلف، في واحد بيحصل له بريسبتيشن بفول ساتوريشن، في واحد تاني بيحصل له ساتوريشن مثلا بهار ساتوريشن، فانت عندك محلول في الاثنين البيومين وجلوبيولين، واحد بيترصب بفول ساتوريشن لازم اشبع المحلول كله بالملح، واحد تاني بيترصب بهاف ساتوريشن اشبع بس نص المحلول بالملح، يقول لك هات المحلول في الاثنين شبع نص المحلول بس اعمل هاف ساتوريشن هتلاقي مين يترصب؟ الجلوبيولين، افصله، يبقى انا كده فصلت الجلوبيولين وسبت في المحلول القلب، تمام؟ بالنسبه لبقيه الكلام ولا ما عملنا هاف ساتوريشن لو الجلوبيولين اترصب طب ما القلب ما هيدوبش هو قبل الزواج بصوا يا جماعه اللي عايز يروح السكشن اتفضل واللي عايز يفضل معايا ما عنديش مشكله اتفضل يا جماعه انا راجل ديمقراطي ما عنديش مشكله خالص اتفضلوا في دقيقه انا هسيبكم اللي عايز يتفضل اتفضل عايز يقعد يقعد بس في دقيقه عشان الناس اللي هتكمل ننجز على طول يلا اه يلا في الانجاز اجروا مفيش لياقه خالص هتطول بعد كده لا مش هطول لو هتبقى 5 دقايق ولا 5 دقايق عشان في حاجات هم اللي هم والله لو بص يا جماعه بالنسبه للزيت لو حبينا نشوف الامينو اسيد او البروتين وطعمه قال خلي بالكم ان البيور بروتين تيستلس يعني البروتين ملوش طعم المفروض هتقولي طب ما اللحمه لها طعم وفي حاجه اسمها البروتين ملوش طعم هي اللحمه دي عباره عن بروتين بس
فيها بروتين وفيها كربوهيدرات وفيها ليبيد وفيها مينرالز وفيها كالسيوم ومعادن تاني. بيور بروتين يعني البروتين بس، لو انا عملته في المعمل وكونت شويه امينو اسيدز ماسكه مع بعض من غير اي حاجه تانيه المفروض ان هي تستريس، تمام. لكن الهيدروسايتس بتاعتها او نواتج الهيدروليسيس بتاعتها تحلل البروتين، زي ما قلنا البروتين لما يتكسر يتكسر الاصغر منه اسمه بولي بيبتايد تشين، بولي بيبتايد يتكسر الاصغر يديني امينو اسيد. النواتج تكسير البروتين بيبقى طعمها بيتر، لو انت جبت دوها هنلاقيها طعمها بيتر بيتر يعني لازع، تمام. بالنسبة للأودر المفروض برضو ان البروتين ملوش ريحة، بس لو سخنت البيور بروتين اللي هو بروتين بس مفيش معاه اي حاجة تانية، لو جبت تعمل له عملية تسخين هيديلك ريحة التفحم، ريحة شعر، عملية شارن او تفحم، وهيديلك ريحة الجلد المحروق او الشعر المحروق، تمام، اللي هو البيرنت فيزرز او البيرنت هير. الموليكولر ويت بالنسبه للوزن الجزيئي بتاع البروتين طبعا هو يعتبر اكبر حاجه في الوزن الجزيئي، الوزن الجزيئي بتاعه اكبر من الليبيد واكبر من الكربوهيدرات. بالنسبه للانفوتيريك بروبرتيز، البروتين عباره عن مجموعه من البيبتايد صح، واحنا اتفقنا مع بعض ان البيبتايد يعني امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد ماسكه ببعض، ولما شرحنا البيبتايد الحصه اللي فاتت قلنا ان بيبقى له بدايه ان اتش 2 والنهايه بتاعته COH، يعني يعتبر زيه زي الامينو اسيد في NH2 وفي COH. قلنا ال NH2 مجموعه بتميز القلويات وال COH مجموعه بتميز الاحماض، علشان كده له خصائص المواد المتردده يعني انفوتيريك بروبيل، يعني مش عارف هو حمض ولا قاحل. ولو حطيناه في وسط حمض هيشيل شحنه موجب، ولو حطيناه في وسط قلوي هيشيل شحنه سالب، ولو حطيناه في وسط متعادل اللي هو الايزوالكتريك بوينت هيشيل الشحنتين الاثنين موجب وسالب. الكلام كله مقرر مفيش فيه حاجه. الكولويدال بروبرتيز نركز مع بعض. كلمه كولويد، كولويد في الكيمياء فيها عندنا مصطلحين اثنين، حاجه اسمها كريستالويد وحاجه اسمها كولويد. كريستالويد دي بنقولها على اي جزيء اقل من 1 نانومتر، الجزيئات الصغيره قوي زي المينرالز المعادن املاح. لو الجزيء حجمه عدى 1 نانومتر من 1 ل 200 نانومتر بنقول عليه ايه؟ كولويد. البروتينات جزيئات تعتبر لها لارج سايز مولكول، جزيئات حجمها كبير، فما اقدرش ان انا اقول عليها كريستالويد، بقول عليها ايه؟ كولويد. ولانها جزيئات كبيره وسميناها كولويد ده اداها الخصائص بتاعه الكولويد. ايه هي خصائص الكولويد؟ مكتوب عندكم ثلاث خصائص او اربع خصائص مهمين. الحاجة اسمها دياليسيس، وحاجة اسمها براونيان موفمنت، وحاجة اسمها تندل فينومين، ظاهرة تندل. قال الحاجات دي هي خصائص الجزيئات الكبيرة او اللارج موليكول. خدتوا ايه منهم في الفسيولوجي؟ ولا واحدة؟ طيب الدياليسيس ده فكرة غسيل الكلى، اكتبي عليه كده فكرة غسيل الكلى، اكتب بالعربي. ايه فكره الدياليسيس؟ قال احنا بنجيب غشاء، الغشاء ده سيمي بيرميبل ميمبرين، فيه خرام بس خرام صغير قوي ضيق. الغشاء ده يعدي الكريستالويد الحاجات الصغيره وما يعديش الحاجات الكبيره. فلو انت جبت محلول فيه كولويدز زي البروتين وفيه كريستالويدز زي المينرال، ايه اللي هيحصل؟ المينرالز دي هتعدي لكن الجزيئات الكبيره يحصل لها ايه؟ مش هتعدي. وهي دي فكره الغسيل الكلوي، يجيبوا مكنه الغسيل فيها كذا سي بيرميبل ممبرين يعدي دم العيان، ما الكلى عنده مش شغاله. فالمكنه الغسيل الكلوي يعدي فيها الدم فيها اغشيه كتير زي ده، تخلي جوه الدم البروتين والجلوكوز والحاجات اللي حجمها كبير، والحاجات اللي حجمها صغير اليوريا والامونيا والحاجات الفضلات اللي احنا مش عايزينها يعمل فيها ايه؟ يعديها. عشان كده هي دي فكره الدياليسيس او غسيل الكلوي. براونيان موفمنت هي دي الحركه اللي بتوصف الكولويدز، لان الكولويدز جزيئات كبيره حجمها كبير ففرصه ان هي تخبط في بعض وتتصادم كبيره. قال لك انت لو جبت محلول وحطيت فيه بروتين وجيت تبص على المحلول ده تحت الميكروسكوب وتبص على شكلهم هتلاقي ان جزيئات البروتين دي لان حجمها كبير وعايمه في الميه عماله تتخبط في بعض وتزق بعض، تخبط وتزق، تخبط وتزق بالمنظر ده كده. اللي وصف القصه دي سماها باسمه وسماها براونيان موفمنت. فالبراونيان موفمنت هي وصف، نكتب عليها وصف حركه جزيئات البروتين، ماشي.
اما التندل فينومينا، ايه التندل فينومينا او ايه الظاهره دي؟ قال برضو نفس الفكره، لان جزيئات البروتين دي كبيره وحجمها كبير، لارج سايز يعني كولويد، واللي سموه اسم تاني كولويد او ايمالسويد، الاثنين واحد. قال ورانا ظاهره اسمها التندل فينومينا. ايه التندل فينومينا؟ قال لو انا جبت برضو محلول وفي بروتين وجيت عديت خطوط ضوئيه معينه، عدينا ضوء من ناحيه دي وجبنا لوح حساس الناحيه الثانيه عشان نستقبل عليه الصوره، قال لك لان الجزيئات بتاعه البروتين كولويد يعني لارج سايز ولا سمول سايز؟ لارج سايز يعني حجمها كبير، فلما الضوء يعدي عليها هيخبي الضوء فيعمل لك شادو، يعمل لك ايه؟ خيال او ظل. فاللارج موليكولز هيبان لها خيال او هيبان لها صوره، لكن السمول موليكولز مش هيبان لها حاجه، تمام؟ وهي دي التندل فينومينا، يعني ظهور صورة للبروتين، اكتب عليها كده، ظهور صورة للبروتين عند مرور الضوء خلالها أو خلالها. ماشي؟ ده كده بالنسبة للكولويدال بروبرتيز. خلي البريسبتيشن الخاصة بيها، اتفضل.